تمتد غابة الأمازون المطيرة بالبرازيل على مساحة 5.5 مليون كيلومتر مربع، أي على مساحة أكبر من مساحة الاتحاد الأوروبي. ويحتوي نهر الأمازون على نحو 20% من المياه العذبة الجارية في الأرض، ورغم أن منطقة الأمازون لا تغطي سوى 4% من سطح الأرض، إلا أنها تحتوي على ثلث عدد أنواع النباتات والحيوانات والحشرات وبقية الكائنات الحية التي على الأرض. لذا اعتاد العلماء على وصفها بأنها رئة الأرض، لأنها تلعب دورا جوهريا في دورة الكربون في الأرض والتي تؤثر في مناخه. ويحذر العلماء من عملية إزالة الغابات والتي تسببت في إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، مما سيسهم في التغيير المناخي وارتفاع درجة الحرارة. بحسب مؤسسة الغابات المطيرة ومقرها بالنرويج، بيد أن عددا من العلماء يقولون إن الأمازون تمثل أيضا قلب الأرض النابض، وفق ما تقترحه نظريات علمية حديثة مستندين إلى أن ملايين الأشجار في هذه المنطقة تعمل معا أشبه بمضخة حيوية ضخمة تولد دورة حركة مياه عبر ما تضخه في الهواء من بخار الماء، تتحرك فيما يشبه الأنهار الطائرة والتي تؤثر في طبيعة المناخ في كوكبنا. غابات الأمازون مميزة عن غيرها باحتوائها على تفاصيل وأسرار عديدة، فكل ما فيها مذهل وغريب، وأسرار وخفايا ومخلوقات عجيبة. ومن أهم أسرار الأمازون، أولا سحلية ياسوع، وهي من السحالي الغير التقليدية، إذ يمكنها المشي والركض على الماء. ثانيا الظلام الحالك، في بعض الأجزاء من غابة الأمازون يمكنك التمتع بظلام دامس في فترة الظهر، إذ يمكن للأشجار الكثيفة حجب 99% من أشعة الشمس، وبالنتيجة فأرض الغابة مظلمة جدا، وهنا تتنوع النباتات والحيوانات المثيرة للاهتمام. ثالثا هالات الشمس، فقط في الأمازون ترى قوس قزح يتشكل حول قرص الشمس. رابعا حجم الأمازون، إذا نظرت إلى الخريطة ستجد أن الأمازون تغطي 2013 مليون ميل مربع، أي ما يكفي لتغطية نصف أراضي الولايات المتحدة. خامسا أشجار الديناميت، واحدة من أغرب الأشجار، وتعرف أيضا بشجر الرمل. والغريب في هذه الشجرة أنها عندما تنضج ثمارها لا تسقط بل تنفجر، وتنطر بذورها لبعد 15 قدما. سادسا الضفدع الزجاجي، هناك ضفادع شفافة في الأمازون، بعضها ملون وبعضها مموه، ويمكنك رؤية كل أعضاء الضفدع الداخلية بالنظر إلى أعلى جسده. سابعا الضفادع السامة، خلافا للضفادع الشفافة والتي قد ترغب في الاقتراب منها، يجب عليك الحيطة والحذر والابتعاد عن هذه الضفادع السامة، فألوانها جذابة وزاهية، ولكن احذر الاقتراب منها، ستسبب لك الشلل الفوري ثم الموت. ثامنا سمك الكانديرو، هذا السمك هو من الضفادع الملونة، ليست وحدها السامة، تلك الأسماك الصغيرة المعروفة بالكانديرو المليئة بالسموم أيضا. تاسعا ثعبان البحر الكهربائي، هذه المخلوقات من أسماك السكين، ولكنها تشبه الثعابين وتسبح مثل الثعابين، وتستخدم إضاءة
لتنير طريقها في الماء. عاشرا، نهر ريمو حمزة. كلنا يعرف عن نهر الأمازون، ولكن هل تعرف أن هنالك نهرا آخر في الأمازون بنفس الأهمية؟ هو نهر ريمو حمزة. لا تحاول أن تبحث عنه في الخريطة، إنه تحت الماء، وهو أعرض من نهر الأمازون، ويحتوي كميات كبيرة من الماء، أكثر بأربعين مرة من كميات مياه نهر التايمز في إنجلترا. شكرا على حسن المتابعة، المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.